اللي دايرين اللي عندهم بشره سمراء يولموهم البنيات. أه. الارقام تاعهم 7.74 و8.74 فيها البني وفيها نسبه قليله من النحاسي، هذا يولموهم بزاف هاد ليتون. كيما قلت لك والاشقر والباج راهم لا توندونس، يعني عندهم واحد 3 سنين ولا 4 سنين راهم في الصداره بعد الباج والنيود. هادو يحتاجوا لازم دائما تكوني بيان، لازم دائما لازم شعرك دائما مليح، لازم شعرك ممشوط، لازم دائما ماكياج، لازم لانه هذا يحب الماكياج فوالا يبينوا الانسان مريض لو كان باين تباني مريضه. بس علاش دو ناتور ماناش دي بلوند؟ تبي عندها حواجبها كحوله ومن بعد شعرها اصفر وعينك كحوله وعينك كحوله، تسمى كاين بدا لاغاسين تخرج كحله فوالا، كاين ديفيرونس تحسي بلي كاين اختلاف. نحترموا المعايير هاي والله، هذه هي لازم واحد يحترم المعايير تاع ميم التفاصيل تاع الوجه، كاين اللي فوالا كل حاجه تلعب دور تلعب دور. بصح كاين اللي ما عندهم حاجه تقول لك انا المهم والفت من بكري لازم لي ماش ولا لازم بالياج ولا قلت لك كيما دوك العرائس كلش راهم صافا راهم بداو يتفهموا. لا راهم يتصدروا ناتشورال يعني ناتشورال طبيعي، بزاف يروحوا ناتشورال تحت شعرها طبيعي ولاو يخافوا ولات عندهم ولا تو يسمعوا بزاف باللي البالياج يهلك شعر ولاو يخافوه. تلمو كي فيها ودخل البالياج كانوا كاع يخدموا بالياج وما يعرفوش كيفاش يخدموه، تما صارت كوارث كبيره فيها، حرقوا بزاف حرقوا بزاف شعر الناس، ما الناس ولات دوكا تيفيتي خاف صح ولات تخاف تقول لك بريفيرونس ناتشورال هكا شابه. وكاين اللي يحبوا يجربوا في الدار وهنا يصراو كوارث اكثر، كاين يحبوا يديروا ميم صح باللون ديكاباج يديروا داروا في الدار. داروا بزاف بعد الديكاباج يعني صعيب بزاف كارثه. بس علاش الديكاباج يعني تقرب حتى الجدره تاع راسها وتقدر الجدره تاع راسها يعني تقدر تمرض لها، ولو كانت مرض لها يعني هذاك البخوجي حيدخلها في البصيله تولي ميم الشعره كي تنوض مريضه، تقدر الشعر ما تنوضلهاش كما كان شعرها طبيعي من قبل. يعني هذه كيما دوكا في الصالونات يعني الكبار والمعروفين راهي ممنوعه، ديكاباج ممنوع يعني. حبسوه نخدموا فوق بوني ولا بالانيمينيوم، بصح هذاك باش نقربوا الجذره تاع الراس ممنوع، بس برودوي شيميك في ايماجيني الشعره حنا في يدينا ويحرقنا، خاص هي الجذره يعني بلاصه بزاف سونسيبل. صح ويديروا كوارث بزاف في شعرهم، يديروا كوارث ربي يعني. بعد علينا الكوارث.